استئناف عمل مكاتب الوزارات وتهيئة المباني الحكومية في محافظة شبوة مظهر من مظاهر تطبيع الحياة في المحافظة، خصوصا تلك التي عادت للعمل بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بشبوة من المكاتب التي عودت العمل بمنظومة الإصدار الآلي للبطاقة الشخصية، وعودة هذه المنشأة الخدمية الهامة سيعطي دافعا لشريحة واسعة من المواطنين لاستصدار وثائقهم الشخصية. الافتتاح مجددا للأحوال والسجل المدني بمحافظة شبوة، وعودة قطع وصرف البطائق الشخصية للمواطنين في محافظة شبوة، هذا شيء مميز وهذا شيء يدل على التقدم الذي تعمل من أجله السلطة المحلية بقيادة المحافظ. أول بطاقة يعني لازم تروح لمصنعة تقطع البطاقة، ولا لما تروح للمبيع. أما الآن الحمد لله يعني بفضل الأخ محمد صالح محافظ محافظة شبوة محمد صالح عديو يعني تم افتتاح يعني مركز البطائق. جهود حثيثة بذلتها قيادة السلطة المحلية بشبوة وشرطة المحافظة وقيادة فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني من أجل إعادة العمل بمنظومة الإصدار الآلي وتوفير التجهيزات الفنية اللازمة لذلك. تم تدفين إعادة العمل بمركز الإصدار الآلي للبطاقة الشخصية الآلية بعد انقطاع دام 4 سنوات. اليوم نبدأ بصرف البطاقة الشخصية الآلية كمبيوتر. الكثير من المكاتب الخدمية تنتظر خطوات إجرائية هامة للعودة إلى وضعها الطبيعي واستمرار العمل فيها، وهو ما يأمله المواطنون في محافظة شبوة من أجل إتمام معاملاتهم. مواصلة السعي الجاد والمخلص من قبل السلطات المحلية بمحافظة شبوة لتفعيل العمل والجانب الخدمي والإرادي للمكاتب التنفيذية منح الناس أملا كبيرا بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد معاناة استمرت سنوات. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.